إذن البداية من اجتماع السراي الذي خصص للكهرباء والتفاصيل مباشرة مع الزميلة ماريا يمين. ماريا، اليوم كان في اجتماع بالسراي الحكومي للجنة الكهرباء والحديث عن الفيول وعن الباخرة، شو التطورات وشو أقر في هذا الاجتماع أو لم يقر أي شيء؟ نعم جويس، للأسف أنه الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية، وهذا الاجتماع الثاني كمان لم يبط بمصير باخرة الفيول. خلال هذا الاجتماع تبين أن وزارة الطاقة لم تستحصل على الموافقة الصريحة والواضحة والمسبقة لشراء الفيول، وهو الأمر اللي أوضحه وزير الطاقة وليد فياض بأنه خطأ غير مقصود من قبله، عليه تقرر أنه يطرح الموضوع على أول جلسة حكومية مقبلة، عفوا، على أن يبحث استطرادا في حال تجاوز الخطأ الغير المقصود بإمكانية تأمين الاعتمادات اللازمة لإدخال هيدي الباخرة. جويس، خلال الاجتماع عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وضع المؤسسة من جهة مخزون الفيول ومن جهة الأموال الموجودة لديها، وتبين أنه المخزون هو بيكفي لحديت شهر واحد، على انه بتشرين الاول نحن رح نكون بمشكله، سيدخل المخزون بدائره الخطر ما لم يتم ادخال هذه الباخره، ما سيؤثر حتما على ساعات التغذيه. كمان بعد الاجتماع تحدث وزير الطاقه وليد فياض، عاد واوضح موضوع وقصه الموافقه، كمان تحدث كمال حايك واوضح وين صارت خطه الكهرباء من ناحيه الجبايه والى ناحيه تحسن التغذية الكهربائية، وكشف ما سبق وكانت أشارت له الأو تي في بإرسال مؤسسة كهرباء لبنان كتاب لهيئة الاستشارات والتشريع بوزارة العدل لسؤال حول إمكانية إصدار الفواتير بالدولار حصرا أو بالدولار والليرة اللبنانية، أو حول إمكانية شراء مؤسسة كهرباء لبنان للدولارات مباشرة من السوق بانتظار جوابها، وهيدا ضمن الطروحات يلي مطروحة لتأمين حاجة المؤسسة من العمولات الصعبة.